حدش من هم خالها يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمه ملهاش اخت. شيلي كرامه من نفوخك ولمي لتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقده وشنيطه. انت مرات اخويا وهي مرات ابني وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحده بس، انا ضاويه ابو سنه. خش يا كرامه، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. ماتاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا؟ اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال، ما تقلقش. ما قلقش، ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المكسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدنيه. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولده. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدنيه عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانيه ولا لا. كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذة يا خال، ثانية واحدة. فين ابن الملسوعة ده تاني؟ أكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجة. عينيا حاضر. أيوه سامي. أيوه معاك. سيجارة ما بشربش في الخدمة. يعني ال 20 جنيه هم اللي في الخدمة؟ خدونا على السرية، الحقنا يا أستاذ. طب اسمعي، مسي على الصول بشير بالشريط من اللي معاك، ورش رشة حلوة على اللي حواليكي برضه. هي كام ساعة بس أخلص المصلحة اللي أنا فيها دي، وبعدها أجي لكم جري عشان أخرجكم. يا البلد سايبة، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمال يا رب. يا ست كرامة، معقولة كل الخبط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفي فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوه من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلتلك الست ضاوية هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن امه، وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم ان شاء الله عشان يحرم يلدخ زي العقرب كده في البشر. Oh, my God.
سلام يا رجاله. السلام. السلام يا كبير. السلام يا كبير. ماشي فل. كبار يا سيدي المعلمين. ايه مش فاكرني؟ مؤاخذه يا ابني، العتب على العتب. سبارس. سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطل غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هتكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك سبع سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاش يا سيدي المعلمين، والناس بقت مع الشقف بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك. انا هطيب لك مزاجك. لا. لا ايه ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره؟ مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب يا سيدي المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ طمانة. مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه ما فلعفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديني فلوس لسويش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت، وصلت. كريم ما بتنساش حد قابل يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمه. بالحضن، بالحضن يرجع رجال. توحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. لا انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقة مفيش، وفجأة وبقدرة قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش طارق محام؟ وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجة وتيجي وراه لغاية هنا. في ريحة خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان النوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان النوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصة يا فندم نلم الغلة ونخلص من كل الوغش ده مرة واحدة. تمام يا فندم، خميس خلص الإجراءات وخرج. أفندينا خرج يا رجال.